بنحتاج لنعمل الطحل المحشية بنحتاج كيلو طحل بلدي منظفة، بقدونس مفروم، توم، فلفل أخضر مفروم، شطة مجروشة، بنحتاج ملح، زيت زيتون، فلفل أسود. للتزيين بنحتاج رمان، ليمون ولوز. كثير حقا بحب قديش انه المكونات جدا بسيطه بالضبط. هلا في ناس بتحط كثير شغلات زياده بس بتغير، يعني مثلا في ناس بتحط بندوره مع الخلطه. انا بالنسبه لي البندوره مع الطحال بتزنخ، ما بحب. انا بالعاده بضيف جوز عين الجمل، وهذا اخواننا المسيحيين كثير بيطلبوه انه يكون بالخلطه جوز عين الجمل، وكثير بفرق بالطعم، بس مش الكل بيستصيغ الطعم. هلا اذواق دائما. صحيح. المطبخ اذواق. هلا بنحتاج طحل، الطحل لازم تكون بالبداية بلدية. ليش بلدية؟ عشان ما تكون فيها زنخة كتير، أو عشان ناخد القيمة الغذائية تبعتها. بنجيب الطحل، بحكوا لي يا شيف كيف بدنا ننظفها. أول إشي اوعي تفكري إنك تسلقي الطحل، مجرد سلقت الطحل فقدت قيمتها الغذائية تماما. بس بدي أحطك شوي بس تحت الضغط. أوكي. ضايل 6 دقايق. يلا ثواني. هلأ عنا الطحل، بنجيبها بنحطها بمي وتلج، بنحط معلقة ملح وبنحط ربع معلقة خل، بنخليهم. بعدين بنحطها، بنبلش نشيل القشرة اللي من برا، بنعملها شق بشكل طولي، وبنبلش نحط الحشوة. الحشوة تبعتنا حكينا لكم إنها هيها، اللي هو البقدونس. بنحط كل إشي حكيت لكم عنه مع بعضه، الشطة المجروشة، الملح. شوف عطيني زيت الزيتون بسرعة. يا أبشري بسرعة بسرعة أركض لك فيه. شو شاطرة. قولي ستوب. بس وبنضيف شوية مي. ليش بحط أنا عليها شوية مي؟ عشان أنا بحب تطلع معي جوسي، تضلها جوا الحشوة جوسي جوا الطحل. هيك أمورنا تمام. التومة طبعا التومة أنا بعملها خشن بس هون هرستها عادي. بمسك المكونات كلها وبنمسك الطحلة وبنبلش نحشيها. حبيت زي في سؤال كتير مهم حسيت انه هو كتير مهم. الفوارغ بتحطيهم بالمي وهي سخنة؟ لا المي باردة. لا مي باردة. اذا بتحطيها بمي سخنة بتكش. وايش هو الوجه اللي بتحشيهم عليه؟ الوجه اللي هلا هي جوا، بننظفه من برا، بنقلبها من جوا، بننظف من جوا، بنرجع نقلبها من برا. يعني الوجه اللي برا لازم يكون الوجه يعني اللي برا برا اصلا. البرا برا والجوا جوا. البرا برا والجوا جوا. البرا برا والجوا. هلا مجرد خلصنا حشي امورنا سهله، بنحط باقي الحشوه بالبايركس وبنغلف الطحل بورقه كزدير، وبنحط عليها كاستين مي بس، وبنخليها بالفرن من ساعه لساعه و45 دقيقه. بعدين كل ثلث ساعه لازم ارفع واشيك عليها، لانه الطحل لتستوي بتاخذ مي بتشرب. تمام. بعد الساعة وخمسة وأربعين دقيقة شو بعمل؟ شو بنعمل؟ بنكشف عن وجهها وبنعطيها هيك لون بالفرن، بعدين بس كوب وبزين. بس هاي الخلطة اللي احنا حطيناها بنحطها، وبنزيد بنفس البولة كاستين مي وبنحطها على الوجه، بنغلفها بقزدير وعلى الفرن. يعطيكم العافية. وهلا هي عندنا جاهزة هيك، زيناها باللوز والليمون والرمان. احنا دائما بنحب نعمل سحر للمتابعين طبعا. ترررا هي قبل وبعد. بيحكوا يا ويلي شو بشهوا أم يزن تصبح علينا. وأم أنس المكحل أيضا تحكي يسعد صباحكم. صباح الورد. بيسألوكي كلهم بتحطيهم بالمي وهي باردة؟ صح كله مش باردة بدرجة حرارة يعني عادية مش بارد بارد بس يعني. أهم إشي الطحل بمي باردة عشان توقف النزيف الداخلي تبع الدم، يعني نعملها تشوك. عرفتي مجرد عملنا لها تشوك خلاص بيوقف النزيف تبع الدم. يعني شفتي هلأ ما في دم عم بنزل منها لأنها هي بحت بصراحة. يعني حتى اللي عنده نقص دم دايما نحكي له كل طحل. وهلأ هاي بنغلفها كزدير عشان إن تكون كاملة. مثل معانا كمان 3 دقايق. والله سريعة تخيلوا احنا حكينا بس 6 دقايق، 3 دقايق كتخطى مرة عملت حمام محشي ب3 دقايق على الهواء. وال فعادي متعودة. سرعة سريعة. هينا هيك جاهزين على الفرن، بنحطها من ساعة لساعة و45 دقيقة. بكل ثلث ساعة كل 20 دقيقة، يعني ما بين ربع ساعة ل 20 دقيقة بكشف
تشرب الطحل مي لتستوي، بزيدها مي. بس كل ما زدت مي ما بزيد ملح على نفس التمليحه اللي انا ملحتها مع الحشوه. لانه بتملح بزياده. عرفتي؟ ودرجه حراره الفرن 180 وبرفل في الوسط. بالوسط ومولع من تحت اول من تحت اكيد. الفوق بس مجرد كشفت عنها بعد ما تستوي بس بعطيها وجهي وبسكبها. نحطها احنا بالفرن. صحيح. يلا وهيك بتكون صارت جاهزة. طيب.